اوكي، مثل ما عم تشوفوا يا تحت شباب، الستار. هذا اول تصوير للعب حقيقي بلعبة وور ثاندر بسخاي 27. طبعا عم نحكي على الدف سيرفر بعد ما نزل التطوير الرئيسي للعبة، على امل انه يطلع نوصل له. اللي عم تشوفوها هلا هي سوخوي 27، اللي هي وحدة من طائرات السيادة الجوية. بس نحكي عن مفهوم السيادة الجوية، يعني نحن عم نحكي عن طائرة تمتلك كل الصفات لأنه تعمل حماية للأجواء، أجواء تكون عريضة. لأنه هون أنت عم تحكي عن طائرة ما مش مثل مواصفات الميك 29، بالعكس هون وقودها ممتاز وقادرة تطير لوقت طويل بالجو. طائرة مناورة من الطراز الأول، صراحة عبارة عن وحش جوي بالأجواء. شوي شوي رح نتعرف عليها ورح تشوفوا قديش فعالة. أول شيء مثل العادة خيكون أبو البيل بيحب يطير على مسافات منخفضة تمهيدا لاكتشاف الأهداف الأمامية والتعامل معها. مثل ما تشوفوا نحن، بما أنه طيارتنا أسرع طيارة باللعبة مبدئيا، 70 الكل، ورادارنا أكيد رح يساعدنا بأنه نكشف أهداف كثيرة بالجو. حنشوف شو اللي حيصير معنا. هلا أنا بالدف سيرفر عامل بالدف عامل بعد السيتنج مش مزبوطة كثير، لأنه أصلا يعني بس الفكرة نحن فاتين عم نجرب. هلا كل الخسائر اللي بتشوفوها باللعبة هي ما بنخسرها بالحقيقة، هي فقط بنخسرها بقلب اللعبة. طائرة بتحمل 10 صواريخ، 4 حجم متوسط، يعني كنت عم بتعبرها فوكس 2، و6 فوكس 1 اللي هو مسافة قريبة. هنجرب نتعامل مع أول هدف من مسافة بعيدة بصاروخ الاي ار، ونرمي R27 اي ار اللي هو صاروخ راداري في هدف مباشرة أمامنا على مسافة 31 كيلو. رح ننتظر ونشوف إذا رح نصيبه. على الأرجح لازم نصيبه، لأنه هذا الشيء يعتبر هدف سهل بالنسبة لصاروخ الـ R27. فنأمل. الهدف صار بعيد 17 كيلو، ما بعرف وين راح الصاروخ، هل راح يصيبه أم لا. بعده ماشي مع الهدف مثل ما عم تشوفه. بس ما صابه، ضرب بالارض، والهدف اللي بوجهنا عرفت تقطعه. اوه نجا، يخرب بيته نجا. تعال لك تعال F16 النسخة اي. اوبا، تمت اصابته، عم بيحاول صديقه. اوه راح، نحن فاتين هلا بدوك فايت مع الاف 15، ف ما بنعرف، المفروض نحن نتفوق عليها لانه نحن افضل بالمناوره. اف 15 عم تقترب منا وجه لوجه. اوه تم تدميرها من صديقنا. رح نرجع نتعامل مع الاهداف البعيده. عم نحاول نضبط الهدف على عدونا لنشوف اذا نقدر نصيبه. لا، هذه الشغلة منا حلوة انه ناخذ الكل، بس خلص انا كنت معينه خالص. عادي ما تخزونا. اوكي وقعوا. اكتشفنا شغلة، أنا بالاس ار سي والبي دي ما لازم تكون أنت أعلى من هدفك، بالعكس أنت لازم تكون منخفض على هدفك.
كرمال تقدر تضبطه، والا مستحيل انك تجيب هذا الهدف بالشكل الصحيح. الطائرة على فكرة مثل ما عم تشوف ما تأثرت أبد، ما نقص وقودها، بعدها طايرة يعني بالافتر بيرن تبعها من دون ما تنقص سرعتها ولا ينقص خزان الوقود تبعولها. على الالتفاف ما عم تنقص، هذا الشيء يعتبر نقطة جيدة لها. مرة جديدة بنشوف إذا هدفنا بيطال على الأف 4A. Merry Christmas. مليك بعد حبيبي، بعدنا حكينا عربي. يلا بعد لنا شوي بنخلص الجيم بلاي. مين بعد فيه؟ عم نظفنا المنطقة كلها، مين بعد طاير بس؟ ايش عم نجرب نعمل دورية نشوف المنطقة إذا بنطفت على الآخر ولا بعد، لأنه لا في حدا يمكن عنده بالمطار أو شيء. أوكي في هدف على مسافة 15 كيلو. يا ويلي ما احكي لك، هربان قال لك 24 كيلو صار الهدف. ما بنعرف اذا بنطاله من هون لهونيك. طبعا الاف 5 سي اليائس عم بحاول. اوه يا لطيف، طبعا الاف 5 سي ورانا كمان عم بحاول ينور علينا، بس طويلة على رقبته لانه طائرتنا اسرع بكتير. هات لنشوف كم كل صرنا جايبين. ما ببين. اوكي اخر شي ببين معنا. طيب مفروض جايبين 2 كل لحد هلا. اوكي في اف 5 بابا بابا بابا. لا اللي عم بيصير هون هو بالكامل سيطر على قلنا، هن ما مبينين حتى وين هن، يعني اي طائرة عم تطلع قدامنا عم يتم اسقاطها فورا. كنا نقول انه احنا سيطرنا كليا على الموضوع. بنحاول نشوف اذا بعد في حدا. صاروا عم يعتمدوا اسلوب انه يقتلونا من باسلوب الخداع، الهجوم على الجوانب، مع انه عارفين انه نحن قادرين نسيطر جويا. اوه عندي هدف على مسافة 22 كيلو، هنجرب نتعامل معه. وهي اطلقنا صاروخ فوكس 2 17 كيلو بعيد عن الهدف. اوكي صرنا 15 14. بعرف اذا اخر كل بيكون لإله، لكن واضح انه منه قادر يتفادى. اوه 3 سترايك كمان، بعد في حدا طاير عندهم. اوكي في 2 جاي عم بيهتموا بالدفاع الجوي الموجود عندهم بالمنطقة. رابع كل، رابع كل. اوه بالخطأ كمان رمينا صاروخ على صديقنا. ما توخذنا يا صديقنا، بس انه اوكي ماشي الحال، هذا هدف سيرفر عادي، الحياة حلوة بتضل.
اوكي حنجرب ننزل. اوكي دفاعات الجوية بالمطار عم تحاول انها تتصدى لنا بس ما عم بيقدروا، عم بيفشلوا بالموضوع. 5-6، الله يفضحكم، مش عارفين توقعوا هدف. اوكي شكرا. ومثل ما عم تشوفوا يا اصدقائنا هيدي 4 كل. بتمنى انه يكون عجبكم هذا التسجيل اللي هو اول جيم بلاي بتسجل ب طائرة السخوية 27. عم تشوفوا هذا الوحش الطائر، طائرة رهيبة. تحياتي لكم، اهم شيء السبسكرايب الشير قبل ما فيكم تجيبوا اصدقاء لكم لنكون يعني هيك حاسين حالنا عم نقدم شيء مفيد ل الناس اللي بحبوا هذه اللعبة. تحياتي لكم، نشوفكم بألف خير.